استفيد منه. هقول المقادير وهبدا اشتغل فيها، بس انا النهارده مش هعملها مع الصاجه مفرفطه، هعملها زي الكفته وهحشيها ونعملها صوص جميل كده تخش الفرن وتطلع زي الفل. المقادير يا ندوشه تنزل على الشاشه حالا. وانا بعمل ايه؟ جبت البطاطس، نقيت البطاطس الوسط، الطماطم رخصت دلوقتي عايزين نبدا ان ايه نشيل منها للناس اللي بتحب يعني تشيل. وهبدا بقى اعمل ايه؟ البطاطس بنقي الوسط، بنقشرها وبنقورها كده، بنعمل لها قاعده، اذا هي ملهاش قاعده بنقطع لها الجزء اللي تحت كده عشان يبقى بصوا عريض كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، فتقف كده تبقى واقفه عليه وكان ليها ايه قاعده جميله كده عشان يبقى شكلها حلو. والحجم ده مناسب جدا ومناسب اكتر للمناسبات. انا بحطها في رشه من الميه ورشه من الملح، بديها كده بس ايه في الميه بتاعتها رشه ميه وملح عشان يبقى ليها طعم. البطاطس انتوا عارفين ايه يعني تمتص الملح بسهوله، وعشان كمان تبقى ليها طعم البطاطسايه نفسها يبقى ليها طعم، ما اضطرش ان انا ايه اتبلها تتبيله اخرى قبل ما احشيها، فما يبقاش طعمها هي كانها بدون ملح والحشو اللي جوه هو اللي بملح. طيب هعمل كده الميه بالملح دي كاننا بنعمل بطاطس محمره، بديها نص قليه خفيفه، بصوا ما بديهاش لون، هسيبها تاخد اللون الحلو ده في الفرن. وتعالوا بقى نجهز مع بعض هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحشوه. بصوا بقى انا هاخد هنا كده كميه من البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعدوا بقى لوصفه جميله من الوصفات القديمه اللي يعني وصتنا عليها مشاهداتنا الكرام مدام منال ومدام وام اسلام الغاليه. بصوا كده احط اللحمه والبصل، وعندي شويه صغيرين من الجزر المبشور بيدوا طعم حلو قوي قوي. وبعدين عندي هنا البهارات السبعه، رشه ملح وفلفل، اللي عايز يحط شويه كبابه صيني ماشي، اللي عايز يحط جوزه الطيب ماشي، هي ملح وفلفل بهارات لحمه. وهنقلب بقى ايه الحشوه دي مع بعض، هخلي المكعب ده لان انا هديها كده صوص فيه شويه ثوم وفيه صوص كده حلو يديها طعمه جميل جدا جدا جدا. طيب انا هاخد معايا اول تليفون، ام اسلام حبيبتي اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طلبتها عشان الابناء وهم رايحين المدرسه، العيال دول تعبونا قوي في وقت الدراسه والله بجد مجهدين، بس ربنا يبارك فيهم. قول يا فندم. اوكي يا فندم، انت تؤمر يا فندم، انت تؤمر سيادتك يا فندم. مخرجنا المحترم اسمحوا لي ابعت له تحيه خاصه من القلب، مخرجنا احمد داغر، عشان انا يعني بعتز بايه بهذا الرجل المحترم حقيقي، وكل الكرو المصورين بسم الله ما شاء الله عليهم حقيقي من الناس بشوفهم بتبسط الصبح، يعني رغم ان الواحد لما بيكون في مكان بيبقى لسه مش عارف الناس اللي فيه قوي، بس بيتعرف عليهم من خلال شغلهم، ودي ما يميز كثيرا من الناس، يعني كتير من الناس بتتميز بشغلها وبتتعرف بشغلها. انا بقى هبدا احشي دول، مش عايزه اطول على حضراتكم، مش هعمل اي حاجه من الصوص الا لما نرجع باذن الله نبدا في وصفه المفتقه بعد البريك في انتظار حضراتكم. عشان نصب بقى الخليط الجميل ده على الايه؟ على البطاطس دي وتدخل الفرن بقى تاخد وتدي كده مع بعضها. بصوا بقى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعد بقى ايه الى الوصفه القادمه، وصفه شتويه وليها مسمى جميل، المفتقه بتتعمل بالعسل الاسود. بصوا اهي هنجيب بقى شكلها، بصوا هي كده كفايه جدا جدا تدخل بقى الفرن، وصحه وهنا على قلب حضراتكم. رشه بقى كده جميله من البقدونس خفيف، دخلوها بقى فرن حراره 180 على الشبكه كده في النص وسيبوها تاخد وقتها. طيب يا حبايب قلبي ماشي، هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ بصوا بقى يا جمال، طيب قدام شويه امشي على طول يعني ولا ايه يا استاذ داخل؟ طيب هاخد كده، خليني ابص هنا، اوكي ماشي اهي. يا سلام حاطين لي الشمر فين؟ تعالوا بقى احنا كده عملنا البطاطس القمر دي وايه بالف هنا وشفا، وتعالوا بقى نسمي الله وندخل على مقادير المفتقه. انا هعمل النهارده المفتقه بتاعتي على 3 كيلو عسل، تقدري تعمليها على 2 كيلو او كيلو ونص وتنصنصي المقادير. ال 3 كيلو عسل بيعملوا كالاتي، بياخدوا ايه بقى؟ بياخدوا معايا اول حاجه
كوباية وربع من الدقيق، وعندي كوباية وربع من الزيت، وعندي 3 فصوص مستكة بدوبهم في الزيت اللي أنا هحطه بداية منه، يعني بكون مدوباهم جوه الزيت وخلاص جهزته. عندي 5 معالق كبار من الحلبة المطحونة اللي هي الحلبة الحصى. عندي 5 معالق كبار يعني تقريبا نص كوباية مغات سادة، مغات بدون اضافات. عندي معلقه صغيره من عصير الليمون، ودي عشان ما يعني التسكيره اللي بتحصل للعسل زيه زي اي في نسبه سكر بنخاف يسكر. طيب ايه بقى عندي تاني للتحويجه نفسها؟ عندي كمان سمسم، وعندي سوداني مجروش، وانا هستخدم لماده الربط ليها معلقه صغيره من السمغ العربي عشان ازيدها قيمه غذائيه كبيره. وعندي برطمانات طبعا معقمه، ومعلقتين كبار من الكركم. مقادير التحويجه، بيتحط مع المغاد ده حاجه اسمها القرطاس او التحويجه. طب التحويجه دي لو انا مش عايزه اشتريها من عند العطار مقاديرها ايه؟ مقاديرها حاجات بسيطه جدا. عندي شمر، وعندي كراويه، هاخد 2 كراويه، وعندي 2 معلقة من الشمر، وعندي 3 معالق من اليانسون، اهم المقادير الجافه، وعليهم 2 كركم، وهضيف عليهم المغات الساده اللي قلنا لحضراتكم ان احنا جايبينه من عند العطار. طيب انا هعمل ايه اول حاجه؟ هاخد كده المعلقه هحمص بسرعه الكام معلقه بتاعه الكراويه دي، ومعاهم 2 معلقة من الشمر في طاسه سخنه عشان تطلع النكهات وتبقى قويه من غير اي ماده دهنيه. وادي 2 معلقة السمسم اليانسون، يبقى كراويه وشمر ويانسون. هعمل كده، الطاسه مولعه اساسا، بصوا الريحه طلعت روعه. هاخد معايا مدام منال وهضرب دور في الطحان مع بعض. مدام منال صباح الفل. يا صباح الفل، واشكرك جدا جدا على الهوا، ومش هعطلك عشان انا قاعده مركزه في الوصفه يا روح قلبي. بس ربنا لازم اشكرك على الهوا يا شيف عظيمه، ربنا يبارك في عمرك يا رب. حقيقي من الشيفات المميزه ان دايما بتلبي كل طلبات الناس اللي بتطلبها. يا حبيبتي ربنا يديك الصحه، وانا بصي تحت امرك. الف الف شكر حقيقي والله. يا حبيبتي تسلمي وتعيشي، تسلمي وتعيشي، وربنا يكرمك ويحفظك يا رب. امين، احنا وحضرتك وكل السامعين يا رب العالمين. صباحك زي العسل حبيبتي، صباحك رضا من رب العالمين. شرف ليا يا حبيبتي، شرف ليا، تسلمي يا مدام منال. بصوا كده هاخد كده دول هنا في الطحان، بسم الله، وايه نطحنهم كده مع بعض. بسم الله، ثانية واحدة، بسم الله.